في معاملاتنا اليومية بنقابل ناس بمختلف الاتجاهات والأفكار وكمان مختلف الصفات، يعني كل واحد بيبقى نتيجة التربية اللي ترباها بيكون في مجموعة من الصفات، سواء كانت صفات حلوة أو صفات وحشة، لكن لازم تكون بتتعامل مع كل الناس اللي فيها كل الصفات، لأن أنت كمان بالمناسبة عندك صفات كويسة وصفات مش كويسة. مهما كنت رايق وفرفوش وكده، لازم بتلاقي فيه صفة كده لما بتتعامل مع شخص بتلاقي فيه حاجة بتعصبك غصب عنك، حاجة لا إرادية كده، فيه حاجة كده. طبعا كلنا بنكره كل الصفات السلبية، لكن في صفة كده ممكن لما تكتشفها في شخص دي ممكن تقفلك منه، ممكن تعصبك جامد قوي. سؤالنا بيقول إيه أكتر صفة أو خصلة ممكن تعصبك لما بتشوفها عند حد؟ إيه أكتر صفة يا جمانة ممكن تعصبك؟ لازم صفة واحدة؟ يعني أنا طبعاً أنا عارف إن في صفات كتير، لكن نحاول نختصر مثلاً أو نطلع بالصفة اللي هي ممكن تعصبك قوي. يعني ممكن الكذب، ممكن الجدال الكتير اللي مش على حق، ممكن الكبر. لا في حاجات كتير قوي يعني، والله لا بجد عرفت يعني، لو جيت فكرت في كل صفة لوحدها كفيلة فعلاً انها تخليك ما تتعاملش مع الشخص او تخليك الشخص بالنسبه لك شخصيه صعبه. انا مثلا بالنسبه لي فعلا العند من اكتر الحاجات اللي تضايقني من شخص، او الشخص اللي طول الوقت هو بيسمعك يا شاذلي مش عشان يفهم انت بتقول ايه، عشان يرد عليك، عشان يحضر كلام انه يرد عليك بس، مش عشان يسمع او يفهم انت بتقول ايه. في مثلا كمان اكتر حاجات اللي بتعصبني فكره الـ انت طول الوقت محتاج تبرر نفسك للي قدامك، يعني طول الوقت حد محتاج ان انت يدخل في حياتك، طول الوقت محتاج تبرر له افعالك، انت ما ردتش ليه، انت ما عملتش ليه. في حاجات كده فعلا ما ينفعش تقول صفه، بس يعني في مجموعه من الصفات ما تقدرش تتعامل معاها. طبعا مش بتتجمع، مش بتتكتل في شخص واحد عشان هيبقى لا يطاق من الجميع، ولكن بتبقى موجوده في اكتر من شخص، فممكن تلاقي في العزله دي بالظبط ويستاهل. فيعني لا، في صفات كتير الحقيقه بالنسبه لي انا صعبه، خاصه ان انا شخصيه يعني ستريت فورورد كده زي ما بيقولوا، يعني دغري ما اعرفش الف وادور، فلما بتعامل مع شخصيات بتلف وتدور كتير او كذابه ما بقدرش اتعامل كتير بصراحه. انت ايه اكتر صفه؟ بصي على حسب المرحله العمريه، يعني دلوقتي يعني قبل كده مثلا كنت بتعصب قوي لما الاقي حد مثلا بيسرق افكار حد، حد ممكن ياخد فكره حد ويقول ان هي فكرته، كنت دايما اتعصب قوي. لكن دلوقتي ومع الوقت ما بقتش تفرق عندي خلاص، يعني بقيت ممكن اخدها بهزار حتى واضحك عليها مثلا. لكن دلوقتي من اكتر الحاجات اللي ممكن تعصبني جدا لما اكون بتعامل مع حد ان يكون انسان مش واضح. انا احب الوضوح، يعني خليك واضح كده وتعالى قول لي انا بحبك او انا بكرهك، او حتى ما تتعاملش معايا فابقى عرفت ان انت ما بتحبنيش مثلا، يعني او بلاش تيجي من ظهري وتتكلم باسلوب مش كويس او تتكلم عني من الاساس. فانا بحب الانسان الواضح الصريح اللي جاي يقول اليمين يمين والشمال شمال. لكن الانسان اللي هو المراوغ ده برضو اعتقد ان احنا متفقين في النقطه دي، الانسان اللي هو المراوغ ده اللي مش واضح، اللي دايما يظهر قدامك بشكل وبصفات وبطيبه وبوستات على الفيسبوك كلها عن المحبه والسلام، لكن هو من جواه انسان تاني خالص، واللي قرب منه عارف ده كويس، فده انسان يتخاف منه. النفاق يتخاف منه. طبعا النفاق، نفاق صعب جدا. لا لا يعني بتبقى قلقان طول الوقت، يعني طول الوقت وانت قاعد مع الشخص المنافق ده وانت بتتكلم معاه او هو موجود، ايا كان نوع المشاعر اللي بيبينها لك انت ما بتبقاش مصدق، فبتبقاش عارف تتعامل مع. مثلا من اكتر الحاجات اللي ممكن فعلا تضايقني كمان انت صفات كتير قوي. انا واضح انا ما بحبش الناس. في ايه؟ العزله. لا والله لا بالعكس والله، بس هي انت اللي محتاجه عزله مش واضح مش الشخص. عندي مشكله بس بتعامل معاك عادي والله مفيش حاجه يعني اكيد في. طب انت شايف في الحاجات اللي قلتها فيك اي صفه من الصفات دي؟ انا ما عنديش صفات وحشه الحمد لله. عندي صفات اصلا. لا الزن بجد من اكتر الحاجات اللي ممكن يعني تضايقني، ان شخص يبقى طول الوقت عايز حاجه مثلا فبيزن عليك. يعني مثلا انت طلبت مني حاجه او قلت لي حاجه، فطول الوقت الشخص بيزن عليك، او طول الوقت هو مصر على الشيء او مصر على الحاجه، او حتى مصر على رايه طول الوقت من غير ما يفهم، او حد كلمك وانت مش فاضي تلاقي التليفون بيرن اكتر من مره في نفس الثانيه، طب خلاص ما ردناش، ممكن نكون كنسلنا. لا في اشخاص طول الوقت بتبقى قاعده مصر عليك وبتزن عليك، الشيء ده اعتقد بالنسبه لي فيه تدخل وفيه نوع من انواع عدم احترام الخصوصيه. صح. وبيبقى صعب قوي برضه. ده انا ممكن اكون فاضي، انا مش هقول ان انا مشغول، لا ده انا فاضي تمام وشايف التليفون هو بيرن، بس انا فعلا ممكن اكون انا اصلا متعصب، ممكن يكون دماغي مشغوله في حاجه فمش هعرف افيدك، مش هعرف ارد عليك. مش بقول ان انا مشغول او عندي شغل او نايم او لا، انا فعلا صاحي وفعلا شايف التليفون هو بيرن،
لكن ممكن اكون انا اصلا مش مستعد ان انا ارد عشان متعصب. فبالمناسبه يعني انا لو رديت في الوقت ده ممكن العصبيه اللي عندي دي ممكن تطلع على الشخص اللي انا بكلمه، لانه هو في الاول زي ما جمانه بتقول زنان وفي نفس الوقت انا متعصب، فاحنا الاثنين هندخل لازم في مشكله هتحصل. اه طبعا. طب احنا بنتكلم دي عن صفات ممكن تخليك تبعد عن شخص، بس في صفات احيانا بتكون موجوده في الناس اللي قدامك بيبقى رد فعلك مباشر وفوري. صفات وحشه؟ اه يعني صفه ممكن تخلي رد فعلك في وقتها مش ان انت تبعد عن الشخص. لما يكون رغاي. انا بالمناسبه بحب الانسان قليل الكلام قوي، يعني انا بحب الانسان اللي كلام لا لسه فاضل لنا وقت لسه. انا احب الانسان اللي هو كلامه قليل، يعني في ناس كده تقعد معاهم بتلاقيه مثلا بيفضل يتكلم ويشرح ويحكي عن نفسه ويحكي عن تاريخ حياته ويحكي عن انجازاته ويفضل يحكي طول ما هو قاعد، فبصراحه يعني مع الوقت بيبقى كتير قوي، خلاص انت مفيش منك اتنين يعني بالهداوه يعني. فالانسان اللي هو اللي بيتكلم كتير ده انا ما احبش اقعد مع حد من الناس اللي بتتكلم كتير، يعني كلمتين ونسكت شويه، صح؟ نتكلم كلمتين ونسكت شويه، انت هتفضلي ساكته بقى خلاص. انا خلاص بقى سبتك. لا انا ممكن بالنسبه لي الكبر، ان حد او ان حد يستقوى على حد اضعف منه، او ان حد يعني يتعالى، او ان هو زي ما احنا بنقول كده بلغتنا الدرجه البسيطه ان هو يتمنظر على حد اقل منه او يستقوى على حد اقل منه، انا بالنسبه لي ممكن ما اقدرش اسكت او اشوف المشهد ده واسكت، او حتى ان انا ابعد عن الشخص ده. رد فعلي فعلا بيكون فوري، او ان يكون حد حتى بيحاول انه يقلل من الشخص اللي قدامه، او حتى بيحاول ان هو يتعدى على كرامتي او يتعدى على الحدود اللي انا رسمها له، رد فعلي كمان بيكون فوري يا شاذلي. كلامك مظبوط، وكل دي صفات بالفعل هي صفات منبوذه ما نحبش ان احنا نشوفها وما نحبش نتعامل مع شخص بهذه الصفات، لكن بنتعامل معاهم لكن بنتعصب. على كل ده سؤالنا الموجود على صفحتنا على فيسبوك، ايه اكتر صفه ممكن تعصبك لما تشوفها في حد؟ ده سؤالنا الموجود في انتظار اجابات حضراتكم عشان نستعرضها خلال حلقتنا النهارده. بنصبح لحضراتكم مره تانية، اهلا بيكم وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر.